افلام جديده افلام قديمه كمان ولكن اخذت جوائز وحلو ان نرجع نتابعها رح نتابعها اليوم بهالفقره من سينما نحضرون دغري خلص. دغري لا رح نبلش مع اول فيلم هو فيلم لبناني وهو اول فيلم 3D بعتقد بالريجن هون كلها صحيح ما بعتقد اول فيلم 3D بالعالم العربي نقول لا ايه فينا نقول بس فيلم هلا يعني بتصور اليوم او بكره رح يكون بتصور بالسينما فيلم لسليم الترك اللي معروف بالفيديو كليبس سليم الترك ولكن هذا فيلم 3D رح يكون اكيد يعني بريمير رح يكون اول فيلم بس بعد ما عرفنا شو رح تكون الاجواء حوله خاصه انه بيحكي عن موضوع شوي تابوه هو موضوع prostitution او موضوع بنات الهوى وبيع الجنس مشان هيك ما في تحت 18 ممنوع يفوتوا يحضروه ايه اسمه ما لاست فالنتاين ان بيروت هلا بريء فالنتاين من هالموضوع بس فيلم اكيد رح ياخذ ضجه لانه اول فيلم 3D مع لورين ديح بدور بنت الهوى يلي يعني باول الفيلم بنعرف شو مصيرها ولكن رح نرجع بفلاش باكس وبريتروسبكتيف على حياتها كيف عشتها وشو اللي وصلها لهالمرحله خلينا نشوف مشاهد بس فوق دوش بنص شهرين وبطلع على السطح مزبط ورقة توت ما بحط انت مرمطت اسمي في الحتة اودي وشي فين من اللي بيسوى واللي ما بيسواش أضخم إنتاج بتاريخ السينما اللبنانية بميزانية تخطت 60 مليار دولار أنت متأكد من الأرقام؟ وصار حاضره بس ببيروت أكثر من 5 مليون مشاهد دخلك ليش نزل الفيلم؟ لا ب 15 تشرين الثاني ثاني يعني نوفمبر؟ إيه وعن شو بتحكي القصة؟ قصة مرة حلوة بيتعدى علي عم الميكانيسيان بدك أربع دوليب وبدنا نغير الدوبرياج وبدنا نعمل الفريمات وعليا 25 سنة مكسور ميكانيك بس هدول هن ما في شيء وبتكون عايشة مع أمها العمية المكرسحة هو بيبرم دوليبها وبتضطر تشتغل بمالها ليلة شو بلا أختين توم الدجاجة بتفلدها بينات بتحط لك بطة بتركض وراها عبال الرجال يجربوا الحبل شي شهر أو شي جمعة هن إذا الواحد منهم ساعة أو نهار صار معه أختين بيضل 9 أشهر عم بخبر أصحابه الخبرية وبتتعرف على مخرج ما بيقشع ألوان مش مفروض يكون صوت مهني صوت هو صوت مش مفروض يكون أزرق ما هيدا أزرق المهم بيصير معه من هيداك المرض أي واحد منهم هيداك دبرستني حلو كتير كفتة بابيون حلو كتير بابيون نصور هون بالفرق ونصمم فيلم مناقيش العاهرات بس عن جد بضحك و3D اذا بدك تعمل 3D وتبين انه انت مالك التكنولوجيا ضروري تحط لهم شجره بخلقتهم للعالم ايه طب والقصة القصة عن شو؟ هلا البروموشن مهضومه ايه بتحسيه انه في كوميدي بس ما بعتقد انه كثير كوميك بس البروموشن مهضومه مع شادي حنا وزياد سعيد مثل ما شفنا كمان ب هالفيلم لكن بيبدا هالاسبوع بالصلاة اللبنانية انا بشجع ضروري كل اللبنانيين يبلشوا ينزلوا يحضروا الفيلم بس لتشجيعا اول شيء لانه مثل ما قال الفويس اوفر كان بقول انه اكثر من 5 ملايين حضروه وكلف قد ايه 90 مليار دولار او 60 مليار ليك انا مش دقيقه بالارقام رح ناخذ فيلم ثاني لليوم دي في دي انتاج 2002 ادابتيشن للمخرج سبايك جونز مع نيكولاس كيج بالدور الرئيسي وميريل ستريب كمان بس كمان مع كريس كوبر يلي اخذ على هالفيلم بس سبورتنج اكتر اخذ اوسكار على دور ثاني دور ثانوي بالفيلم الفيلم حلو هلا هو فيه شويه درام كمان صحيح. اللي هو هذا البارت اللي ما كثير بحبه انا بالافلام عاده فما بعرف قديش بعلقك بمحل من المحلات بس لازم يكون الواحد مستعد صبور. يعني اكزاكتلي هذه هي بس الحلو بالفيلم انه هو ادابتيشن ل ذا اوركيد ثيف يلي هي قصه يعني اخذت ضجه لسوزان اورلين سوزان اورلين يلي هي صحفيه وكانت عم تتابع قضيه يلي هي قضيه جون لاروش بعد ما
اكتشفوا انه كان عم بيلاحق اوركيد يلي هي الزهرة يعني اوركيدي، عم بيلاحق اوركيدي نادرة جدا وكان وغالية جدا وكتير مهمة يعني بي، فكان عم بيجرب يلاقيها لحتى يستنسخ يعني ينسخها ويقدر يرجع يبيعها بغير طريقة، وهي اسمها الجوست اوركيد يعني اوركيد ما بتبين وين ما كان، بأماكن كتير صعبة انه نلاقيها، بتظهر محلات وبتختفي، مشان هيك اسمها جوست اوركيد، وكتير مهمة وقيمتها كتير عالية، وانه يكون شخص واحد عم يتفرد بانه يلاقيها ويستنسخها شغله كانت الليجل منا يعني قانونيه. فاكتشف جون لاروش، وسوزان اورلين كانت عم تتابع هالقضيه وكتبت كتاب عنه، هيدي قصه ذا اوركيد ثيف. هلا انطلب من تشارلي كوفمان انه هو يترجم او يحط هالقصه بفيلم، ولكن شغله كثير صعبه عليه، وهون ما بقعد عنده هالوحي الكافي ليقدر يعمل السينز اذا بدك، فبجرب يستعين بحدا، واول شخص كان خيه بعتقد. هلا هو نحن بالقصه رح نشوف انه في خيه التوم يلي رح هو يعني ياخذ طريق مختلفه وطريقه مختلفه ليقدر يوصل انه يجسد هالفيلم، ولكن بالحقيقه تشارلي كوفمان ما عنده خي، انما هو هيدا خي من وحي خياله يلي يعني جرب انه هو يقسم شخصيته قسمين ليشوف انه من كل شخصيه فيه هو كيف رح تشوف هالفيلم، كيف رح تعمل له ادابتيشن. فنحن بالفيلم رح نشوف قصه كيف عم ينعمل ادابتيشن لهالفيلم، وتقريبا سيمي اوتوبايوغرافيكال الفيلم، يعني مش اوتوبايوغرافي، نص اوتوبايوغرافي. في عندك القصه يلي لازم انه تبين او لازم يعني تكون فيلم، وعندك قصه كيف انعمل الفيلم. اوكي فينا نشوف مشاهد بركي من شو ما اكثر انا بفهم اكثر. She's disappointed. I could see it in her eyes when we met. I've got to stop sweating. Oh, she looked at my hairline. She thinks I'm bald. She's thinking I would never in a million years sleep with this guy. We think you're great. Oh. Thanks. Wow, that's nice to hear. To begin, coffee would help me think. Coffee and a muffin. I'm going up to Santa Barbara this Saturday, and I was wondering. Oh. I'm sorry. So I'll just be right back with your pie then. Drum roll, please. I'm gonna be a screenwriter like you. I'm putting in a chase sequence. So the killer flees on horseback, cops after them on a motorcycle. And it's like a battle between motors and horses, like technology versus horse. Susan, we would really like to option this. You want to make it into a movie? I want to know what it feels like to care about something passionately. John LaRoche is a tall guy, sharply handsome. The book has no story. There's no story. Make one up. Okay, we open with LaRoche. No, we open at the beginning of time. Okay, we open with LaRoche. Crazy white man. We open on Charlie Kaufman. Fat, bald, ugly, paces. I've written myself into my screenplay. That's kind of weird, huh? I guess we thought that maybe Susan and LaRoche could fall in love. I just don't want to ruin it by making it a Hollywood thing. It's like I don't want to cram in sex or guns or car chases or characters overcoming obstacles to succeed in the end. She's crying. What's she hiding from? I think you actually need to speak to this woman to know her. People find love. People lose it. Every day, someone somewhere takes a conscious decision to destroy someone else. Who's gonna play me? Oh, I'd like. I think I should play me. يعني لما قدم كوفمان هالسيناريو اعتبر انه فعلا كان عنده صعوبه يعمل هالاقتباس، او لما قدم السيناريو كان معتبر انه هذه رح تكون نهايه الكارير تبعيته، نهايه مهنته، لانه ابدا ما كان يعني عنده الوحي اللي انت عم تحكي عنه ليقدر يعمل هالاقتباس، فمشان هيك فات بكل هالقصة. ولكن بالنهايه الفيلم اخذ ايرادات كثير عاليه، اخذ نومينيشنز كثيره على كل يعني اخذ نومينيشنز على كثير من الامور، واخذ يعني اوورد وحده، ولكن اخذ نومينيشنز على بيست بيكتشر وعلى على كل شيء. كان فيلم حلو بال2002، فينا نرجع نشوفه دي في دي. دي في دي دي اورز كمان انتاج 2002، دي اورز مع مارل ستريب كمان.
ما بعرف هذه قصة شوي كمان هي بتبلش القصة انت ما بتحب القصص المعقدة اكزاكتلي وبالثلاثينات بتبلش انا معقدين انا ما خصني تخيل يعني ايه في كتير هيك تشعبات حتى فالقصة بتبلش بالثلاثينات وبتكفي معنا لا لا بالوقت الحاضر يعني عندنا 3 جينيريشنز اكشلي بهالفيلم وكل كل جينيريشن عم تقرا ذات الكتاب لذات الكاتبة وحتى اخر وحده يعني سمت باسم مسز دالوي هلا هي القصه الاساسيه هي قصه مسز دالوي لفيرجينيا وولف يلي تلعب دورة هون نيكول كيدمان واللي أخذت جايزة كمان على بست أكترس على هلا إذا نشوفها بالصورة ما نقول هاي نيكول كيدمان ما نقول هاي نيكول كيدمان قدي بيقبلوا إنه يغيروا بشكلهم يعني بشكل دراماتيكي حتى لو كان عم تروح للأبشع يعني للبشع أنا هو أبشع شيء وقت شفت تشارليز ثيرون بفيلم وقت نصحت كتير وغيروا له الميك اب ما بتعرف هذا أنت انقهرت مش تشارليز أنا كتير انقهرت يعني بيعملوا كل شيء ليقدر يكونوا عم يعطوا الدور حقه بس شيء خليها تحصل نيكول كيدمان على يعني أوسكار مش بس أكيد عن الشكل ولكن عن قد قدرت فاتت بالدور بدور فيرجينيا وولف اللي انتحرت يعني بالنهاية بمسز دالوي هالكتاب الشهير جدا بالأدب الإنجليزي ولكن هالقصة كمان عم يقروها أكثر من جنريشن رح نقدر نشوف ميريل ستريب يلي زوجة أو صديقة عنده إيدز وعم بتحاول انه بايامه الاخيره تكون عم تحتفل فيه بايامه الاخيره وتحتفل باخر ايام وجوليان مور يلي عم تعيش زواج ما كثير يعني صحيح ما كثير مقتنعة فيه ولكن الكل عم يقرا نفس الكتاب عم يقرا مسز دالوي عم يتفاعلوا مع هالكاركتر بالوقت اللي نحن كمان بقلب الفيلم رح نشوف فيرجينيا وولف عم تكتب مسز دالوي يعني تقريبا هيك نفس الشيء الاجواء رح نقدر نشوف يعني نفس القصة من اكثر من منظار صحيح خلينا نشوف ماشي Your aunt's a very lucky woman Angelica because she has two lives she has the life she's leading also the book she's writing Mrs. Dalloway said she'd buy the flowers herself Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Sally, I think I'll buy the flowers myself. Three different women. This life, it's what I've always wanted. I had an idea of our happiness. Each living a lie. I wish, for your sake, Leonard, I could be happy in this quietness. Each putting someone else's life. Good morning, Mrs. Dalloway. First. That is what we do. That is what people do. They stay alive for each other. What about your own life? Just wait till I die. Then you'll have to think of yourself. Mom, what's happening? He gives me that look to say your life is so trivial. It only matters if you think it's true. My life has been stolen from me. Virginia, you have an obligation to your own sanity. I am attended by doctors everywhere. I am attended by doctors who inform me of my own interests. Baking the cake for Daddy to show him that we love him. Otherwise, he won't know we love him. That's right. I don't know what's happening. I seem to be unraveling. Come to bed, Laura Brown. I remember one morning, getting up at dawn, there was such a sense of possibility. And I remember thinking to myself, this is the beginning of happiness. I have lost those feelings forever. Mommy, I love you. Don't worry, honey, everything's fine. You're my guide. To look life in the face, to know it for what it is. To love it for what it is. It is the light of every human being. صور رائعة ممثلين كمان رائعين 9 ترشيحات للأوسكار أخذت نيكول كيدمان منهم جايزة أفضل ممثلة بس يعني أنا بـ The Hours نيكول كيدمان ما استوعبتها مش مش إيه مش معودين مش غير من أول فيلم لآخره يعني ما تعرفت عليها ما عرفتها يعني بعد ما قدرت يعني شفت تحت هالمكياج أو تحت الماسك ما شفتها لنيكول كيدمان وهيدي قوتها على كل حال اكزاكتلي exactly.
فيلم كتير حلو هيدا كمان دي في دي هيدا افلامنا لليوم بسينما كمان دي في دي اكيد انتاج 2002 فينا نرجع نحضره على رواق بالبيت hopefully. Thank you فادي Thank you لك رح ننتقل هلا لفقرات جديده بلايف خليكم معنا